والله العظيم حرام اللي بيحصل معايا ده. انا اللي مجني عليا هنا. ما هو انت لو ساعدتينا وقلت لنا اللي حصل هنريحك من ده كله. اللي حصل اني كنت سهرانه مع جوزي، وفي فواتير وشهود بكده، وفي شهود برضه بيقولوا ان شافوكي وانت بترقصي مع تامر، وانكم خرجتوا مع بعض ورحت مع بيته. ما حصلش، كدابين. انا لا رحت بيته ولا اعرف بيته ده فين من اصله. كفايه بقى ظلم. ظلم؟ ايوه طبعا، لما تجيبوا ست محترمه من بيتها تقبضوا عليها يبقى ظلم وافترا كمان. طب يا ستي، عشان احنا ناس ما بنحبش الظلم ولا بنحب الافترا، هتفضلي محبوسه لحد تقرير المعمل الجنائي ما يجي، وانا هنزل بنفسي للقاضي في التجديد واطلب استمرار حبسك. كلمي عزيزه يا ست انت. ليه يا اخويا؟ سافري وقفه معقومه ولا معوجه؟ اجري بسرعه. وانت مين انت عشان تقابليه؟ بقول لك ايه، مش عايزه رغي كتير، مش همشي من هنا لما يجي اللي مشغلك. طب اتكل على الله. اوعى انت بتخدي ايدك. ارمي نفسك يا ست. سمعتك صوتك يا نديم باشا. 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 يا نديم. يا باشا تعالي. بص يا باشا، انا المدام اتفقت معايا عشان ننفذ لها عمليه شمال لمؤاخذه، وهتدينا 200,000 جنيه، وانا بصراحه كده نفذت يا باشا، هاخد 100 قبل و100 بعد، وانا من الاخر كده جاي اخد ال100 اللي بعد، انا نفذت يا باشا، بس لمؤاخذه جيت لقيتها محبوسه. مصلحه ايه اللي كانت عايزاها منك؟ كانت عايزاني نعلم على واحده بتيجي لحضرتك المكتب، يعني نعمله معاها الغلط من الاخر. اسمها ايه الواحده دي؟ الواحده دي اسمها مالك. وعايزين اصدق الهبل ده؟ حقك يا باشا، بس انا بقى عندي اللي يخليك تصدق. امشي اطلعي بره. هي باشا وليد بيه هو اللي معرفنا عليها، والاتفاق كان على يده. بره. لا لا، انا ما يتاكلش حقي يا وانطه. لا يا باشا، انا جاي اخد حقي. هتاكلوا على ولايه يعني يا باشا؟ اسمعي يا صرصار، انتي مدام رشا ست محترمه ملهاش في الوسخات دي، لو هلفظتي باي حرف محدش هيلحق يسمعك لاني هكون خلصت عليك. بره. بره! انا اقول لابوكي انتي ورشا في يوم واحد. تعالي يا رنون. صباح الخير، كنت فين امبارح؟ رحتي له صح؟ امال خدت عربيتك ورحتي بيها فين؟ بس لفيتي حوالين البيت 4 ساعات. معرفش ليه مش مصدقاكي. نزار طاعت ايه الهبل ده؟ هو عايزك ولا عايز فلوس؟ عارفه انا لو منك احطه قدام الامر الواقع. مش انت عايزني يا عم وبتلوي دراعي وبعت لي نزار بالطاعه؟ اديني اهو عندك، لا طلاق بقى ولا وجع دماغ. صدقيني يا مريم، زي ما بيلعبنا لازم نلعب لغايه ما ناخد البلاوي السودا اللي عنده دي. طب انا رنا سالتني وما عرفتش اقول لها ايه، عملت نفسي من بنها. أنا خايفة تروح تقول لأبوها، مش ناقصة مشاكل معاه.
بس انا مش عارفه ليه مش مصدقاكي. انت متاكده انك ما رحتلوش؟ ماشي 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 ماشي، متقلقيش انا هتصرف يا مريم. طمني بالك انتي، بس لو ما كانش معاه البلاوي اللي معاه دي. انذار من عمي وانذار من ليسي، شنطة الانذارات. عاوزة حاجة تانية غير المسك؟ زعفران؟ هات لنا عمنا زعفران كمان بشوف اخرتها ايه؟ ايه؟ ناسي حاجة؟ بقول لك ايه؟ اعملي حسابك انا مش جاي هنا تاني ولا هشتري حاجة زيادة. ايه؟ لا لا لا، مسافة السكة هكون عندك. بس ربنا يجيب النتيجة خير. ربنا يجعله بفايدة يا رب. ده المسك. أيوة. وده الزعفران ودي مية الورد. حلوة قوي. ناقصك بس دم الغزال. نعم؟ دم الغزال. شكلك كده ناوي تعمل مداد روحاني. مداد ايه يا اخويا؟ مداد روحاني. ما هو الحبر بتاع السحر والأعمال بيتعمل من الحاجات دي، مسك وزعفران ومية ورد ودم الغزال. دم الغزال؟ طب وانا ان شاء الله هجيب دم الغزال ده منين؟ لا ده مش دم غزال بجد. ده لون كده شبه دم الغزال. انا حديهولك هديه من عندي. طب يا عمنا تشكر. اهو دم الغزال اهو. قول لي بقى حسابك كده كام؟ مفيش بين الخيرين حساب. في ايه يا عمنا، انت هتبش عليا ولا ايه؟ لا صدقني انا بس كنت عاوز ارشدك للطريق الصحيح. بدل ما تقع في ايدين النصابين والدجالين. والله اصل الحكايه دي لمت قوي. كل من هب ومن داب راتش. عارف العلماء القدام ما تلاقيهمش ولا بتضلين. يعني افهم كده انت تعرف حد مضمون؟ في شارع البحر الاعظم. ايوه في الجيزه. هناك الشيخه فاطمه معروفة قوي. شيخة فاطمة في البحر الأعظم. ما بتاخدش فلوس. بتعمل كل حاجة لله. أيوة. أهم حاجة إن العمل يكون للخير. ربنا يعلم إنه في الخير. إحنا عاوزين نجمع بين اتنين في الحلال. لا ده جلب المحبة ده سهل جدا. بس أهم حاجة محدش يضحك عليك وياخد فلوسك. ربنا يستر يا عمنا. لفينا بقى الحاجات دي كده. عايز تعد فلوسك يا عمده؟ من امتى انا دين باشا وانا بعد وراك؟ خليها على الله. وبعدين هي دي اول حاجه ما بيننا. ده انا بتاعك يا ريس. الموضوع مش سهل. تخلصه بسرعه من غير ما حد يحس. والله رقبتي. سمعني خبر حلو قريب. اعتبره خلص. ما بعتبرش حاجه خلصت غير لما تخلص وانت عارف. ساعتين زمن يا باشا وهيكون التمام عندك. لما تخلص تكلمني عن نمره لاخرها سبعتين. فهم طبعا يا باشا. في حاجة أمضي ليك عليها؟ تمضي إيه يا راجل؟ اتكل على الله. يلا. طب وبالنسبة بقى للفاينانشال مانجر اللي عمال يسألني على الفلوس دي، أقول له إيه؟ قولي له غداء عمل. غداء عمل؟ غداء عمل ب 500 ألف جنيه؟ يا فلوسي ولا فلوسه؟ الإصابات اللي عايزها يبعتها لي وأنا أمضيها. كلمت رباب؟ خبر تكذيب الطلاق نزل على كل الويب سايتس، على بالليل هيبقى في الجرايد كلها. بس انا عايز افهم. مش لازم.
الو. اهلا وسهلا. اهلا 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 اهلا. ازيك؟ اهلا وسهلا، تفضل. هاي أميرة. هاي ما. ان شاء الله تكوني احسن النهارده. احسن شوية. شوية ألم. اولا سوري ان انا دخلت كده على طول، بس الحقيقة انا ما لقيتش أميرة برا ومحدش سألني انت رايحة فين، ودخلت. وفي حد هيسألك بعد اللي حصل امبارح؟ ما كانش ينفع اني اجي اخد حاجتي من السكيورتي من غير ما اطلع اسلم عليك. لو عملتي غير كده ازعل. حاجتك عندي انا شايلها لك، هروح اجيبها. ثانية يا أميرة، تشربي ايه؟ ثانك يو، ولا حاجة. ميرسي يا أميرة. اهلا وسهلا. ميرسي. انت ما بعتيش حد ياخد الحاجات ليه؟ او كنت كلميني كنت بعتها لك. بصراحة تلككت. أفندم؟ إيه أول مرة تسمعها؟ دول بيقولوا إنك من شبرا. بيقولوا من السيدة. وفي ناس بيقول لك من الزقازيق. مرة قريت إن أنا من المنصورة. ما بقتش عارف أنا منين. أوعى تطلع في الآخر من الإسماعيلية. إشمعنى إسماعيلية؟ أصل بابا كان إسماعيلاوي، بس عمري ما رحتها. ليه؟ ده إسماعيلية حلوة أوي، كلها ساعة من هنا. بسمع. بس اللي انت ما تعرفوش ان انا عشت معظم حياتي في امريكا، بقالي بس 4 سنين مستقرة في مصر. فين في امريكا؟ نيويورك. تجنن نيويورك. ده كان شغل ولا دراسة؟ دراسة وحياة وشغل. ماما كانت عايشة هناك بعد انفصالها عن بابا الله يرحمه، خدتني معاه وفضلت ما بين هنا وهناك لغاية ما توفت من 4 سنين ورجعت أنا هنا. بس حلو قوي إنك ترجعي بلدك وتشتغلي وتنجحي، مش سهل هنا. ولا هناك سهل. الناس واخدة فكرة غلط عن أمريكا إن هي بلد سهلة وحلوة وبس. بس الحقيقة إن هي بلد صعبة جدا. وتعلمك تعرف تتأقلم مع أي ظروف تواجهها في بلد تانية. مهم إنك تبقي مبسوطة. سيجاريلو؟ ثانك يو، ما بشربش. برافو عليك، انا بحاول اتخلص منه مش قادر. خبيش عليك، انا جربتها يعني بس ما عجبتنيش، كحيت. لا يبقى بطل على طول. بسرعه كده؟ مش عايزك تكح يا ستي، يحصل لك حاجه كل ما تيجي عندنا. طب بلاش. انا شغلني اللي حصل لك امبارح، وتاكدت ان كل شكوك اميره غلط. مدام رشا ملهاش علاقه بالموضوع خالص. أنا عارفة إن مدام رشا ملهاش أي علاقة بالموضوع. أنا عندي مشاكل مع ناس كتير للأسف قريبين مني، مش بعيد يكون حد فيهم هو اللي عمل كده. تاخد إكسبريسو معايا؟ آخد. أعملهولي كده. سنجل ولا دبل؟ سنجل.